النهارده هنتكلم على الووند ريبورت. الووند ريبورت هيجي في الامتحان بصورتين، كل صورة عليها 3 درجات، يعني التوتال ماركس بتاعته 6 درجات. الووند ريبورت مهم في الحياة العملية عامة، علشان احنا في اي مستشفى او في اي استقبال مستشفى، لو اتطلب مننا كتابة تقرير اصابة اولي، لازم يبقى عندنا فكرة ازاي هنكتبه بالعربي، لان طبعا تقرير اصابة ما دام موجه لجهة مش ميديكال لازم هكتبه بالعربي. فاحنا هناخد فكرة ان شاء الله النهاردة ازاي هنكتبه بالعربي، وان شاء الله الموضوع دي اول حاجة ازاي انا هوصف الجرح اللي قدامي بالعربي، الانجري ديسكريبشن. في سكيم مكتوب اللي هو تين ساد وسي، ده زي اي سكيم احنا خدناه في كل الجرات والسكاشن اللي فاتت، ان انا بس ببقى عارفة هنت كده عن البوينتس اللي هكتبها عشان وصف اي جرح او اصابة. بس الفكرة ان انا هيبقى هنا عندي الوصف بالعربي، طبعا تايب فوند، نوع الجرح، ايجس الحواف، نمبر عدد الجروح، سايت موضع الاصابة، سايز حجم الاصابة، شيب شكلها، انتي مورتم او بوست مورتم، يعني حيوي او غير حيوي، يعني اثناء الشخص وهو عايش ولا بعد الوفاة، دبس عمق الإصابة أو الجرح، دايركشن الاتجاه، كوست اوف انسترومنت الأداة المستخدمة. أول نقطة هنتكلم عليها اللي هي كانت تايب اوف ووند، أول حاجة عندنا كان نوع الإصابة أو نوع الجرح. طبعا في عندنا أنواع أكتر من كده، بس ده الجزء اللي هيهمنا شوية في المنهج بتاعنا أو في العملي. في البروزس اللي هي الكدمات، في abrasions اللي هي السحاجات، contused أو lacerated wound الجرح المتهتك، cut wound الجرح القطعي، stab wound الجرح الطعني. تاني نقطة بتكلم فيها موضع الإصابة أو السايت. موضع الإصابة مهم من ناحية إيه؟ إن أنا مش بكتب مثلا الإصابة في الرأس، لأ أنا لازم أحدد مكان الإصابة بالظبط. في حالة وجود أكتر من إصابة، فأنا كل واحدة لازم أحدد مكانها بالظبط، فبيبقى ليها أيتمز معينة إن أنا أكتب موضوع الإصابة صح. هي 5 بوينتس. أول حاجة لازم أكتب المنطقة أو الأريا. الأريا دي اللي هي إيه؟ اللي هي المنطقة الكبيرة، اللي هي الرأس، العنق، الصدر، المنطقة الكبيرة دي اسمها أريا. تاني حاجة لازم أكتبها وأنا بوصف مكان الإصابة أو موضعها، هي anterior ولا posterior، هي أمامية ولا خلفية، هي في راحة اليد ولا في ظهر اليد، يعني لازم اوصف هي امامية ولا خلفية من كل جزء في الجسم. السايد يمين ولا شمال، انا لازم اكتب يا يمين ام يسار. الميديال واللاترال عندنا بالعربي اسمهم الميديال انسي واللاترال وحشي، فانا برضو لازم اوصفها هي كانت ميديال ولا لاترال. ولاند مارك هي علامة مميزة، العلامة المميزة دي ممكن تبقى مثلا في الوجه او في الرأس، الحاجب، العين اليمنى، العين اليسرى، الأنف، الفم، الأذن اليمنى، الأذن اليسرى، دي حاجة مميزة. لكن في مثلا في الليمز أو في حالة إنها موجودة في الأبر ليم أو اللور ليم، بيبقى اللاند مارك بتاعتي مينلي جوينت، أنا بكتب هي قريبة من أنهي مفصل، من مفصل الكتف، من مفصل الكوع، بكتب المفصل اللي هي قريبة منه. لما باجي اوصف حواف الجرح اللي هي الايدجز، حواف الجرح بدي كومنت على اكتر من حاجه. اول حاجه بقول هي منتظمه ولا غير منتظمه، ومتباعده الحواف ولا غير متباعده الحواف، ومحاطه بسحاجات وكدمات ولا غير محاطه بسحاجات وكدمات. في الجروح القطعيه علشان هي بتبقى بقالها حاده، فبقول ان الجرح القاطعي ده منتظم الحواف غير محاط بسحاجات وكدمات والحواف متباعده. لكن في حالة الجروح الرادة، أغلبية الجروح أشوف عندي إن الجروح غير منتظمة الحواف محاطة بسحاجات وكدمات، والجرح بيبقى غير متباعد الحواف. طبعا كل قاعدة وليها شواذ، لو كان على استريتشد على بون تحتها هيبقى متباعد الحواف، الحاجات اللي احنا خدناها في النظري.
لكن انا بتكلم في العموم، هيبقى الجروح القطعيه منتظمه الحواف غير محاطه بسحاجات وكدمات متباعده. الجروح الرادة هتبقى عكسها اللي هي المتهتكه، هيبقى غير منتظم الحواف محاط بسحاجات وكدمات وغير متباعد. وصف السايت بتاع الجسم او مكان الجسم، احنا دوت تكملة لما قلنا المنطقة في الجسم او المناطق الكبيرة، فهناخد اسامي المناطق بالعربي زي ما مكتوب في السلايد هنا. لازم ما يبقى انا عندي فكرة عن اسم كل مكان بالعربي، علشان لما اجي اكتب المنطقة اللي هي كانت اول ايتم في السايت يبقى لازم هعرف اكتبها ازاي. الرأس، العنق، الصدر، البطن، الفخذ، زي ما احنا شايفين كده. ده برضو جزء اللي في الرأس بالتفصيل، الجبهة اللي هي الفرونتال، المنطقة الصدغية الجدارية، على حسب المكان في السكال زي ما انا شايف. مكان برضو ما كنا بنكمل، قلنا في السايت هتكلم على حاجة اسمها اللاند مارك. فاللاند مارك اللي عندي بالنسبة لللمز هتبقى الجوينت اللي قريب مني، هو جوينت اللي هو المفصل، المفصل ده الكتف، الفخذ، الركبة، الكاحل زي ما احنا شايفين. بالنسبة للتشيست او الابدومين هيبقى يا اما خط المنتصف او الخط الابطي المنصف اللي هو الميد اكزيلري لاين، على حسب هو قريب من ايه، بيبعد عن خط المنتصف قد ايه او على الخط الابطي المنصف قد ايه. بالنسبة للوجه زي ما احنا قلنا، اقول الهيد، النوز او الاير او الاي براو هي في حد ذاتها، والاي طبعا دي لاند مارك. بس سي ان انا عندي الجرح نفسه في النوز او الجرح نفسه مثلا في الليب، في الشفة العليا او الشفة السفلى، او الجرح مثلا في الحاجب الايمن او الايسر، مش محتاجة اقول لاند مارك لان المكان نفسه لاند مارك، مش هيلخبطني في حاجة. شكل الجرح، شكل الجرح فيه عندي مثلث، دائري، بيضاوي، مربع، منتظم الحواف او غير منتظم الحواف. كان في حاجة تانية برضو بعد شكل الجرح بحب اتكلم عليها، اللي هي السايز، السايز الحجم. الحجم انا بقوله رفلي زي ما انا شايفاه، بقول كام سنتي. لو كان الجرح دوت مثلا دائري يبقى انا هقول بعد واحد اللي هو القطر، لو كان بيضاوي يبقى انا هقول بعدين. لو كان الجرح ده ممكن يبقى بس مجرد ان هو حاجة خطية، لو كان الجرح ده خط كده بس هقول طوله. لو كان مغزلي زي الجروح القطعية اللي بيبقى فيها تباعد في الحواف، في حالة انه مغزلي انا هقول في بعدين، الطول والاتساع بتاعه. يبقى انا هتكلم هنا عن الشيب زي ما انا شايفة، هدي برضو هنت عن السايز وبقوله رفلي، فبقول ان كان بعد واحد او بعدين. طبعا في حالة الدائرة مثلا هنفتكر ان انا هكتب بعد واحد، في حالة لو كانت الشكل بيضاوي هكتب بعدين. الدايركشن اتجاه الجرح على حسب، لو جاي من الهيد للتو هيبقى طولي، لو جاي بالعرض او من الهيب للهيب هيبقى مستعرض اللي هو الترانزفيرس، لو لا كده ولا كده مش باين له قوي هبقى اقول عليه مائل. اجي مثلا اتكلم على عمق الجرح. العمق بتاع الجرح انا بقول بس حاجتين، يا اما انا شايفه الجرح عميق هقول عميق، او شايفاه سطحي هقول سوبرفيشال. طب البيز بتاعت الجرح، القاعده، هقول القاعده مدممة أو القاعدة بها صديد، على حسب اللي قدامي. هيبقى في صورة عندي هلفت نظر كلية إن شاء الله، هو مش صديد، هو مجرد إن الجرح اتطهر في الطوارئ ببتادين فلونه أصفر، بس هو باين إن هو جرح جديد ما حصلش فيه هيلينج، فساعتها لأ، ده بس بتادين، فأنا مش هقول إن ده صديد، مش هذكر